تفضوا شرط بين الروجه مبارك بريد روجه تاعي روجه عرفيه ويا خواي يقول استوندي باخوان دوا وخواي يقول كميت والفجري وليال عشر والشفع والوتر خواي يقول استوندي اخوان بشبق ببياني واستوندي اخوان من عشر الايام ام دروجي حاجيان ام دروجي حاجيان ليكتبوا الحجبه اتاكوا روجي جاشم خواي يقول استوندي اخوان والشفع والوتر الوتر الروج عليك تاكل وعرف اخوتان زال روجي ويما تاكل والشفع روجي تجنى واخواي قول السويدي في اخوان دوا وي امر الروج على زول مبارك استغلال متن وعبادة اخوة وطاعة اخوة وقرانا ولا اخوة يا غمري اخوة صلى الله عليه وسلم فميتي ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد من ذلك بشيء ولم يرجع من ذلك بشيء يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أم درجة هيتش روجك لم هيتش روجك لم صاليا فقدر أم درجة مبارك ليا وكرت ويتشاك ليايا قولة لنا الرجة كانت ويا حريص ما نوي هالشي كرت ويتشاك لم روجة أنجامي بدي أقى صدقيا أقى الكلمة الطيبة صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة حفظا قشبت كنت وجوانا كان لمرجاني أنجام بدن هيتش روجك بقدر أم روجك قولانية كنت ود مضاعفة ديانقا صداقة مضاعفة ويدست في يوم بقرا وفي غمري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمتي ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء هيتش روجك بقدر أمر روجا خواي قولا بخشن دنيا ولا خلقي كان خوش نابيت وقردني خلقي آذاناك بقدر أمر روجا وخواي قولا عبد كان من زكي بتوا نزك بولك يليق بجلاله لا نعلم كيف أو جاء يباهي بهم الملائكة خواي قولا فخر ويواكا تصور كان كلمة كانت عن برزنا يا خواي قولا أما كانت بحد المبن خواي قولا فخر تان بيوكا هذا دابا كنا وبكي جاي فخر نبي الله يا اخوي قولا يباهي بكم الملائكه ماذا ارادها